السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخي. اليوم حبيت ندير لكم هاد الوصفه. هادي ماهيش وصفه نتاع الطبخ ولا هنايا، عندنا النعناع وعندنا قزبر. كثير من الانسان تلاقى بهم يقول لك راه يفسد لينا النعناع في الثلاجه، ما يبقى لناش مده طويله، حتى القزبر حتى المعدنوس حتى الكرافس. الان انا يا بحثت، كنت نبحث في اليوتيوب وجدت عده طرق وما نجحوليش. الان نجحت لي فقط هذه الطريقه، نجحت لي هنايا، قلت نشاركها معكم مشتركاتي. ثاني كنتوما ربما راه النعناع ولا القزبر ولا الكرافس ولا المعدنوس تحطوه في الثلاجه راه يفسد ليكم. الان انا هذه الطريقه قلت لكم بحثت في اليوتيوب ولقيت عده طرق وجربتهم وما نجحت فيهم، بصح الطريقه نجحت فيها. الان بغيت نفيدكم بها. هنا الطريقه نتاع قاروره الماء، قاروره الماء، ما قلتش ماشي قاروره العصير ولا قاروره الغاز الليموناد، قاروره الماء يعني قرعه الماء. القرعه الماء هذه نعملوا فيها القزبر ولا النعناع. انايا عملت تجربه، درت القزبر، هاي وين راكم تشوفيه القزبر. الان قعد لي هذا راه اكثر من 15 يوم، اكثر قلت لكم اكثر من 15 يوم، راه في واحد 20 يوم هاك خليته حتى شفته مليح، وباش راني نعمل لكم هاد الطريقه. الان هنا راكم تشوفوا عندنا قاروره نفتحوها. انايا سخنت السكين وفتحتها، انتم تبغوا تفتحوها بالمقص بالسكين، بصح انا سخنتها في النار وفتحتها. هنايا درك نوريكم، نجبدوا القزبر ونشوفوا نتاع 20 يوم. الان هذا بالحساب، جربت هذا القزبر. الان لاحظوا ها هو انا نجبده. الان شوف القزبر ها هو راكم تشوفوا فيه خضر ما بيه والو. ها الان هذه تجربه ناجحه. الان قلت لكم انايا كل ما نجرب تجربه نبحث، انا نبغي نبحث ونفيدكم بها، مشتركاتي العزيزات نفيدكم بها. الان هنايا عندنا وهنايا هنا كي ديروا ديروه ما تغسلوش، ما تغسلوا لا قزبر لا نعناع. الان نقوه من العيده اللي يكونوا فيه، نقوه ناخذ قلت لكم قاروره نتاع ماء. هنايا هنا دوك انا نفتحها. هنا كي ديروا القاروره هنا تشوفوها الجهه اللي ترتب لكم عليها، راكم تشوف الان الجهه اللي ترتب عليها. مثلا انا نحطها، انا غير نجي ونثقبها، لا الان نحطها هكا ونشوف الجهه اللي ترتب عليها هكا. الان حتى ترتب عليها وعاد نثقبوها، ولا ثقبوها بالمقص ولا بسكين. انا عندي هذا السكين دائما نديره نحميه، خليته غير نثقب به. الان شوف الان ركزت على هذه هنايا، نجيب السكين حامي ونفوت عليها. هاك راكم تشوفوا الان حتى لهنايا. الان راكم تشوفوا منا حتى لهنا، ما نهودوهاش حتى لهنا، نخلو هذا. انا نشوفو واحد اثنين وفي الثالث نفتحو، وهنا حد هنا والخط وين ناجي. هنا عندنا النعناع نتاعنا، هنايا نفرزوه فقط. قلنا انا هذا وين جابه الزوج نتاعي، هذا وين جابه. الان هنايا ننزع منه النعناع اللي يكون فاسد، ما نديروش هذاك الكحوليه كما هنايا نوجدو هذه
ولا هذه ننزعوها منه هكا هاش تكون فاسده نزعوها ونشوفوا لا كانش حشيشه ولا نزعوها كذلك عيدان ويكون نخلوه هكا ما نغسلوهش حتى كي نبغوا نعملوا به نغسلوه. مثلا بغينا نديرو الشاي لا تاي ندو الكميه نخرجوا الكميه ونغسلوه. لو كان تغسلوه وتعملوا في القاروره يفسد ليكم. ها هكا انا راه جابه فيه الماء يشرع عليه داير فيه الماء انا نخليه حتى ينشف من الماء هكا. شوفوا هادو كاع راهم هنا ما فيهمش هكا نفرزهم. شوفوا هنا وجدت هذا نزعوه نفرزوه مليح من العيدان من الحشيش اللي يكون فيه. هاهوينا هنا هذه نزعوها نزعوها منه هكا. قلت لكم هذه هي الطريقه انا اللي نجحت ليا. الان هنا راكم تسمعوا راني ندير في الفنفله هذيك تاع هاهوينا هادو نرميهم الفنفله هذيك اللي درت لكم الوصفه تاعها تاع اللي نشوها في الماء والزيت والملح. الان راكم تسمعوا فيها هنا راكم تشوفوا ها هي هنا ها هي هنا. الان الخطره اللي فاتت درت لكم غير صغار ودرك هادو الكبار راكم تشوفوا فيها ما شاء الله. انا راني نديرها يوميا انا كي نبغي نستعمل الفنفله يوميا نديرها يوميا. عجبتني هالطريقه هالطريقه عجبتني شوف وبنينه الان هنا راكم تشوفوا حتى نشفته هنايا وعاد نديرو في القاروره حتى نشفوه. الان هنايا البائع هو اللي دار فيه الماء وحتى نشفوه ونديرو في القاروره. الان ها هي وين القاروره شفتوني كيف تحتها هنايا تبعوا معايا كيفاش نديرو لها. هنايا نديرو نفرزو نديرو العيدان نرتبوهم هكا تشوفو كي نديرو. هنا باش ما نطولش عليكم هادو نزعوهم هادو هادو بالمقص هكا نزعوهم بالمقص هكا ندخلوهم في القاروره القاروره القرعه نتاع الماء هكا. هودو هادي نهودوها هكا نحطو باش تعرفو كيفاش تدخلوها. كذلك راهم مبتدئين راهم يشوفو فينا هادي نهودوها هكا وندخلو هكا. كذلك نزيد هاك فقط غير هادوك العيدان اللي ما يكونش فيهم هذا خلوه هكا اللي ما يكونش فيهم النعناع نزعوه واللي فيهم النعناع نتركوه اللي يكونوا عامرين. الان ننزع فقط هادو العيدان اللي ما فيهمش النعناع ننزعهم.
كما هذا ها هوينا حتى لهنا، نزيد الاخر هكا، نزيد الاخر هكا. الان هادو دائما قلت لكم هادي نهودوها للاسفل هكا، كي نبغوا نحطو راكم تشوفوا هكا، ندخلوه على جهه وحده. الان الجهه نتاع الاسفل نديروها منا، والجهه نتاع الاعلى نديروها منا. الان انا نكمل نعمر ونطلق. الان هنا بعد ما كملتها ملأتها راكم تشوفوا ها هي وينا هكا. الان هنايا هاد القارورات كنا نديرو فيهم النعناع ولا قصبور ولا كرافس ولا معدنوس، ندخلوهم للثلاجه، وكي نبغوا ندو منهم ندو ونغسلو. الان راكم تشوفوا ايوا، وهاد الطريقه مضمونه وجربتها ونجحت لي. قلت لكم القصبر راه فيه 20 يوم راكم تشوفوا فيه هاوين. الان فقط غير كي تبغوا تحطوا القاروره، الان تحطوها هكا كي تشوفوها على استقامه. الان عاد نفتحوها، الان دخلوهم في الثلاجه هكا، نحطوهم في الثلاجه هكا، نحطوهم هذا يجي في الاسفل كي نحطوهم في الثلاجه. الان ما تنسونيش في ليجام، واللي راهم يتبعوا قناتي وعجبتهم قناتي يفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. مع السلامه.